من الأمواج ما هاب غدر يوم انهاج وما هاج غاصوا وسط هيرات وتحدوا كل غبار حصدوا لنا دانات تتلى لكنها سراج وجيتهم في البار شجعان فرسان لعبيا ولطويسة وكحلان هواهم المقناص ويا الابل والشعر صانوا لنا تاريخ خذ من فعلهم شان أهل البحرين أهل البحرين فينا الوفا من زاد نحب نحب ديرتنا ديرتنا ونعز كل الناس احنا احنا أهل البحرين أهل البحرين فينا الوفا من زاد نحب نحب ديرتنا ديرتنا ونعز كل الناس من يلتقي فينا ومن جود طيبتنا يتعطر الأحزان يلقى ما يطيب من جود طيبتنا يتعطر الأحزان يا سار يا محلاك تزيني في العالي فرقين وسمها الخير ما غيرها نوالي بحرين عز وشموخ ومجد قولي لكل الناس هذا الوطن غالي هذا الوطن غالي والأجواء الحلوة لكم مشاهدينا يوم جديد نتواصل فيه معاكم بكل فرح وسعادة وبهجة مع ثالث حلقات برنامج السارية ونقول لكم ثالث أيام هذا الشهر الفضيل الله يتقبل صيامكم وكل طاعاتكم مساك الله بالخير مساك الله بالنور نيل وطبعا نقول حق الناس اليوم نبي الفوز أكثر ما نبي أحد يخسر نبي الكل يكون فايز معنا في السارية كل اللي عليكم تطلعون أكثر على موروث البحرين الشعبي وتراث الديرة نبي هالمعلومات الثقافية المتعلقة بالتراث والهوية البحرينية الشعبية تكون متداولة عند الصغير قبل الكبير يا نيلة وخلوا الباقي علينا ولا تحاتون هدفنا في النهاية نحقق رؤية جلالة الملك الله يحفظه ومساندة مساعي سمو الشيخ ناصر في تثبيت الموروث الشعبي في ديرتنا الغالية وبكذي نكون إن شاء الله حافظنا على عاداتنا وقيمنا القديمة أكيد يا حسن بس قبل لا نبتدي مشاهدين الاتصالات أكيد بداية حابين نوجه الشكر الجزيل لسيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الداعم الأول لهذا البرنامج وأيضا الشكر موصول للجنة رياضات الموروث الشعبي وكذلك شركة بتلكو على دعمهم هالبرنامج طيلة هالشهر الفضيل طبعا مثل ما تتعودتوا يعني ليلتين تشوفوني أنا ونيلة نقدم البرنامج وأكيد معنا نيلة هلا والله وين أم هلال اليوم المفروض ثلاثة إيه نسيت أقول لك ترى كني بهوانياية شفتها قاعدة في العريش في العريش إيه معناته نروح نشوف أم هلال في العريش مع نسوان الفريج ما يطبخون وراجعين لكم إن شاء الله إن شاء الله
السلام عليكم يا حبايبي. عليكم السلام يا هلا ويا مرحبا. الله يمسيكم بالخير، شلونكم؟ والله زينين الحمد لله، الحمد لله. اي والله يا حي الله من يونا وشرفنا يا حلو هالقبله وهالييه. الله يحييك اكثر. الله يسلمك. اي مالي بد بزور وبروح حق خوياتك. على راسنا من فوق ييتك، على راسنا من فوق. وبشوف هالطباخ والله يولس نطبخ. وبشم هالريحة الخليل. ما يحتاج ما يحتاج ما يحتاج. الطباخ الاول اللي على الصورة. نعم من امه من امه. يا سلام. اي نعم من امه. اي نعم. زين اليوم شنو طبخكم؟ والله البنيات كهما يسوون يعني لازم نعزم ونعدل حق مكبوس محشي. يا سلام. اي مكبوس محشي. يا سلام. الله اكبر. اي نعم. يعني طبقتنا الليله. نعم. محشي. محشي بتيج الصينيه على اكمل وجه. ليه محلج؟ ما يحتاج. على النبي. نعم. محمد. نعم. ما شاء الله. اي نعم. اي هكما اي اكل اللي تحمس البصل. إيه؟ واللي تحمس الله يسلمك تقشر الاولو. إيه؟ واللي كوهية سيسمان تبذر. اي بثث. نعم. بثث الديار. اي نعم. ومن اللي يحمسون الجذور. يحمسون اي الجذور بناتي. اي نعم بناتي. تقشر الاولو. الاولو كله مشغول اليوم. وصبره وصبره. ان احنا نخلص. قال الله محشي الاول. يا 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 ما يحتاج. ما يحتاج حبيبتي. ما يحتاج. ما يحتاج. شوف بس انت شمي هالدخنه اللي تحت الجركو هي يا هذا اللي جابتني. هذا اللي جابتني من البارحه. انا شوفت من البارحه داي الراس تبنتين. لكن بيتي تشرفتي وهللتي وتشيلك عين الفراش وعين الحوف. حي الله منك. حي الله يسلمكم. ما قصرتوا. ما قصرت. الله يسلمك ابوي. على الحين. اي نعم. انا بستأذن منكم بروح حق ارباعي وعيالي. ما شبعنا من نايلة وحسن. ما شبعنا من نش لكن نتشرف بأيتك وصنيتك قدام ان شاء الله. سلمت. حي الله من يونا. الله يحييك. حي الله من يونا. الله يحييك. نيلة انا كذي تطمنت لانك كنت وايد حاط ان ام هلال تخلينا هناك وما ترجع لنا مره ثانيه. انا اقول لك وانا طايفه شفتها قاعده قلت هاي شكلها الليله كلش ما بتينا ولا بترجع لنا. تحط يدها شوي في غبقه اليوم على اساس انها تطبخ وتشارك معاهم. طبعا مشاهدينا اكيد ننتظر لما تينا ام هلال ونكمل معاكم طريقه اسئلتنا. بس نرجع نذكركم بالطريقه شلون. يمكن كثير من الناس نيلة لحين تسال شلون طريقه الاسئله، شلون ممكن ان احنا نشارك معاكم، هذه بتشوفونه. لكن اسئلتنا بتكون عباره عن ثلاثه أسئلة، كل سؤال له مبلغ مادي راح تستلمونه إن شاء الله وفي توقيت معين. السؤال الأول اللي بيكون قيمته 100 دينار والتوقيت راح يكون 30 ثانية. أما السؤال الثاني راح يكون ب 300 دينار وأيضا المدة للإجابة 30 ثانية. أما السؤال الثالث راح يكون ب 500 دينار، ما في وسيلة مساعدة بالإضافة. إذا خسرتوا ما بتردون حق 300، بتردون للأسف حق 100. بس بعد نقول ما في أسف، الحمد لله هم نعمة وخير. أكيد ما عندنا أحد خسران. اللي ما بيطلع بال500 ولا بال300 أكيد بيطلع بال100. بيطلع بال100 أكيد. وطبعا نقول لكم أيضا أن معاكم الديرة يوميا، لكل متصل بيكون معانا الديرة راح تفتر بتفرها لكم أم هلال. ومثل ما شرحنا لكم من قبل الديرة هذه نفسها البوصلة اللي كانوا يستدلون فيها أيام الغوص أنه واخذة. طبعا فيها 32 اتجاه، الاتجاهات كلها ماخذينها من أسامي النجوم. إحنا عندنا أربعة اتجاهات، عندنا الياه اللي هي الشمال، عندنا القطب اللي هي الجنوب، عندنا مطلع شرق، وعندنا مغيب اللي هي الغرب. يس. طبعا هذه الديرة راح تكون معاكم وهي اللي تحدد لكم اتجاه السؤال. مشاهدينا للمشاركة في هذه المسابقة يتطلب منكم الدخول للموقع الإلكتروني الظاهر في أسفل الشاشة، تسجلون في بياناتكم الاسم بالكامل ورقم الموبايل والرقم الشخصي وبإذن الله بتكونون مشاركين ويانا وبنتصل فيكم. إذا عرفنا طريقة نيلة، أما الحين خلونا نشوف سؤال مسابقات السيارات وطريقة المشاركة وراجعين مع سؤال المسابقة الأولى إن شاء الله. الخليفي بدا زين المثايل، هيضه نوض براق ينوض، بارج في ثقيلات المخايل، سامر بالدجا برقه عروض، ينثر الغيث من وبله همايل، راسي واني مشيه يروض، جعل يسقي لنا ذيك المسايل،
من بلادي ويروي كل روض دارنا وامنا دار الحمايل كل دار سواها ما تعوض. للدخول في السحب على جوائز السيارات في برنامج السارية أرسل كلمة موروثنا عبر رسالة نصية قصيرة SMS عبر الأرقام التالية: باتلكو 94444، زين 94499، STC 88880. تكلفة الرسالة 500 فلس. لو ما قدرت اتاخر عليكم اكثر، بس اسمحي لي اليوم شوي اتغزل فيك تبارك الله، اقول لك خضر نشلك على عودك تزينينه ولا يزينك. هلا مرحبا فيك، لا منورتنا اليوم مهلاك. مره ثانيه لا تبطين علينا ارجوك، ما نقدر ترى مكانك وفريتك عوده بيننا. بسم الله عليكم حبيبه قلبي حبيبتي. طبعا مشاهدينا حبينا ان نذكركم ان سؤال السياره راح يكون ليوم الجمعه، والسؤال راح يكون ايضا بال الأبيات هذه اللي شفتوها مساعة، نتمنى اللي راح يفوز أو يحالفه الحظ. نذكركم أيضا مشاهدينا اللي أن راح الجوائز تسلمونها أو الفائزين من المسابقات، استلام الجوائز راح يكون عن طريق لجنة الموروث الشعبي أو لجنة رياضات الموروث الشعبي. مشاهدينا إيش رأيكم ناخذ اتصال؟ أكيد طبعا نبتدي مسابقتنا اليوم مع السارية، وما نبي نطول أكثر على المشتركين معنا. نقول ألو مساء الخير نورة. نعم هلا، شلونك نورة؟ الحمد لله، بارك عليك الشهر. علينا وعليكم. وصلنا مبارك. ثالث يوم رمضان نورة، شلون الأوضاع؟ شلون الصيام معاك؟ الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. يلا جاهزة؟ نعم. ها تقول لك جاهزة يا أمها، ما دام إنك يا نورة جاهزة نشوف السارية وين بتوصلك. يلا نشوف. نشوف يا نورة وين رست الديرة يا نيلة. وين رست الديرة؟ والديرة رست الديرة في المغيب يا نورة. نورة هلا معكم معانا. نعم نورة، لما أقول لك بلد المليون نخلة شو تقولين؟ البحرين. البحرين ويا زين البحرين. واضحة. نورة طبعا كلنا نعرف أن هذه الأرض الطيبة كانت وما زالت مشهورة ببلد المليون نخلة، وهي رمز من رموز البحرين، وفي مجتمعنا الكثير من الناس اللي اهتموا فيها، ومنها الفلاحين اللي تخصصوا في أمور النخلة ونسميهم النخلاوي. حلو؟ أوكي حلو. سمعتي الكلام الحلو اللي قلته؟ زين خلينا نشوف سؤالك الأول. أول شيء تشوفي هذه الصورة، شوفي الصورة اللي على الشاشة، شفتيها؟ لا لحن ما طلعت. بينت عندك؟ ايه تمام. سؤالك الأول، شنو اسم الآلة اللي يصعد فيها النخلاوي على النخلة؟ عندك ثلاث خيارات، يسمونها الحزام ولا الكر ولا السير. نورة عندك 30 ثانية على الساعة. الحزام ولا الكر ولا السير؟ سير. هاي يا مهلال شو تقولين؟ الحزام ولا الكر ولا السير؟ حاسبة على التوقيت. يلا يا نورة. يلا موي. ها خير الأمور. أي خير الأمور. الوسط. الكر. ثبت لك الكر. إيه نعم. ثبت لك الكر. ألف مبروك يا نورة، جوابك صحيح، وهذه 100 دينار عندك. 100 دينار نورة خذيتيها، مبروك عليك. بتواصلين أكيد لأن ما فيها خسارة نورة. إن شاء الله. إن شاء الله. نواصل نورة. إيه نواصل. يلا نواصل. السؤال الثاني بعد بيكون عن النخلة إن شاء الله. جاهزة؟ إيه جاهزة. نورة. يقول لك في سلة يحطها النخلاوي على راسه وصاعد على وين؟ على النخلة اللي فيها يخرف الرطب، شنو يسمون هذه السلة؟ شو يسمون هالسلة؟ ها ما في خيارات؟ يعني أنا أقول لك اللي يخرف منها الرطب. إيه؟
يخرف منها الرطب اللي خرفون بها خروفة فيها ها يخرف بها الرطب ايه يخرف بها ها ال يخلط ولا إيه إيه؟ اللي يخرف بها يخرف خروفة يعني من المخرفة قالتها لا قالتها كنا صح قالتها نورة نورة المخرافة مبروك عليك 300 دينار نورة يا سلام عليك يا سلام عندك مشجعين نورة تشجيع قوي ما شاء الله نيلة بس هل طبعا. بتواصل نورة لا لا بتواصل لا لا ما بتواصلين لا على طول الانسحاب يعني ما بتكتفين بال300 لا نورة انزين بنواصل اسئله السؤال الثالث قلتوا لها نورة نورة هلا ردي علينا بتواصلين بتواصلين اي يلا ان شاء الله نورة دامك بتواصلين شوفي لي هالصوره مره ثانيه انا اليوم مع الصور شوفي لي هالصوره اللي على الشاشه اوكي شوفين الصوره ليش ما طلعت شفتيها؟ إيه. طبعاً هالصورة نوع من أنواع الرطب وإحنا نعرف أن البحرين تتميز بوجود أكثر من 70 نوع من أنواع الرطب حلو؟ أوكي شو اسم الرطب اللي كان على الشاشة؟ هذه 20 ثانية لا عندنا أنواع وايد من الرطب الرطب عندنا وايد أنواع من الرطب ما تعرفون الرطب من البحرين؟ شو اسمه؟ الغرة قولي 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 يا سامر جاية من المر شوي جاية من المر ايه اخلاص لا قولي مرزبان القار القار ايش قالت مرزبان مرزبان ايش قلتي يا نوره مرزبان القار نطقيه نطقيه نوره حبيبه قلبي نوره لان ام هلال قالت لك المرزبان فانا بقول لك مبروك عليك ال500 دينار تستاهلين طبعا الجواب هو المرزبان يا سلام عليك على التشجيع اللي عندك نوره مرزبان مرزبان يا نوره خلونا نشوف هالفيديو عن النخله والرطب وراجعين لكم مشاهدينا تمثل النخلة جانباً حيوياً في التراث البحريني حيث تتصل النخلة اتصالاً وثيقاً بهوية البحرين الحضارية فقد عرفت مملكة البحرين ببلد المليون نخلة حيث ارتبطت حياة الناس في البحرين بشكل كبير بها في حين كانت سبباً في التجمعات البشرية وتكوين القرى الزراعية كما كانت النخلة ولا زالت مصدر فخر واعتزاز للمواطن البحريني ورمزاً للحياة والعطاء الوفير والمتجدد والتي عمل الأجداد بكل جهد ليجعلوا من البحرين رقعة خضراء تزهو بالنخيل لا تنقطع خيرات النخيل فهي وفيرة ولها استخدامات متعددة بجانب إنتاجها للتمور فهي كانت منذ القدم مصدراً مهماً في أعمال البناء والوقود حيث كانت تستخدم جذوعها في بناء المنازل خاصة في إنشاء عوارض السقف ويستخدم خوصها في صناعة واجهات المنازل وتستعمل أليافها في صناعة الحبال ومقابض السلال وتبطين أغطية سروج الجمال وفي تنظيف الأواني والصحون وتستخدم جذوعها أيضا وجريدها كوقود في الطبخ وتستخدم عذوق النخيل بعد تخليصها من التمر للتنظيف كمخمة أي مكنسة فجميع مشتقات النخلة إذن من جريد وخوص وسعف وعذوق لها استخدامات متعددة في حياة الإنسان طبعا
مشاهدينا نتمنى أنكم تتابعون التقارير هذه بكل حذافيرها، لأن معلوماتنا كلها بتكون عن بعض هذه التقارير اللي نعرضها لكم. وبالمناسبة هذه النوع من الرطب اللي قلنا عنه اللي هو المرزبان، والنوع الثاني يسمونه رطب الخنيزي، هما النوعين الوحيدين من الأنواع الرطب اللي ينباعون في السوق بهيئته الأصلية، وفي نفس الوقت يقدرون يستخدمونهم في إنتاج التمور. أكيد طبعا، يعني حتى ذي النوع من الرطب نيلو وايد مشهور، ما ينأكل إلا رطب، لا ينأكل رطب وما ينأكل بسر. أكيد هذه النوع دي بعد مهم جدا. إيه طبعا. عليكم السلام يا بطيتة، واليوم جنة يا سلام عليكم، ما قصرت وما قصر. طبعا إن شاء الله بننتقل أكيد معاكم إلى المتصل اللي جاي معانا، بنشوف مين معانا. لو مساء الخير جمال. نعم مساء الخير. مساء النور يا أهل أخوي، مبارك عليك الشهر. علينا وعليكم، مبارك عليكم الشهر. جمال إن شاء الله كذي المسابقة جايزات لك وبتدخل معانا إن شاء الله، وشي متشجع إن شاء الله. إن شاء الله جمال، نروح عند أم هلال عشان تشوف الديرة وين ترسيك. يا جمال ما دام انك جاهز نشوف الديره وين بترسيك. ان شاء الله نشوف الديره وين بترسيك باذن الله. قطب، تعرف وين قطب؟ جمال تعرف وين قطب؟ قطب جنوب. ايوه ما شاء الله عليك، مركز انت كذي تمام، بس مو ذي سؤالنا ترى. سؤالنا بيكون عن الاسماك باذن الله. جمال بنشوف صورة معاك على الشاشة، من بعدها إن شاء الله بنسألك عن هاي السؤال. يلا نشوف السؤال ونشوف الصورة. في الصورة اللي على الشاشة جمال نوع من أنواع السمك اللي ما أعتقد في بحريني ما تذوقها، لحمها كذي ترف لذيذ أبيض، اللي يميزها إنه ما فيها كشور على جسمها. تمام أتوقع أكيد عرفتها اسمها. أيوة سلام عليك، بعد مو بذي سؤالنا جمال. شنو اسم الشنعدة وهي صغيرة؟ لأن مثل ما تتعرف البحرينيين طبابة. قلت الجواب ثبت. أسمع مرة ثانية عشان أتأكد. الخباط. خباط، يا سلام عليك، سلام. مبروك عليك 100 دينار، أنت معلوماتك قوية جمال في الأسماك. تمام، معناته بتواصل بإذن الله. إن شاء الله. يا سلام عليك. يلا السؤال عند أم هلال المرة. قولوا لي انزين. السمك الشعري نوع معروف عند البحرينيين ويتواجد بكثرة في أسواق البحرين وفي فشت وهيرات البحرين. السؤال، شو اسم صقير الشعري؟ محدود. يا سلام عليك، ما شاء الله عليك يا جمال. يا جمال ابداع، ما شاء الله عليك. 300 دينار مقدمه من شركه بتلكولك، اتوقع اكيد بيواصل. هذا الشحذوذ لانه اذا هو صغير زين حق المقلي. يا سلام، الشيلاني الخشكه ومدهون. يا سلام عليك. انا عاد نايله من كثر ما قالت صار خاطري اضوق. اصبر عاد شويه، يعني ان شاء الله غدتنا يكون في سمك. نتمنى جمال. نعم كنا بتواصل ويانا لل 500 ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله، معلوماتك حلوه. نايله انا اقول حق جمال شيلي كنا اكيد بيواصل. اكيد بتواصل حق ال 500 وان شاء الله نقول فالك ال 500. سؤالك الثالث عندي، تعرف السمك اللي يسمونه الجد؟ الجد الجد، تعرف الجد؟ اي الجد. هل تشوف صورته؟ تشوف صورة سمك الجد؟ طبعا هذه بالاجنبي يسمونها البراكودا. اي نعم. والبحرينيين يسمونها قلنا الجد. شنو يسمون الاسم الثاني او الاسم حق الصغير من سمك الجد؟ دويلمي. دويلمي. قبل 20 ثانية. ألف مبروك يا جمال، 500 دينار. كنت متأكدة أنك بتاخذ 500 المقدمة من شركة بتلكو وتستاهلها. نايلة يعني يقول جمال عيني عليك باردة، لا مساعدات لا شيء، بعد لا تقول ننظلك، عطيتك كوع العسم. ما شاء الله عليك تبارك الله، 500 ألف مبروك عليك، تستاهل.
الله يسلمك. أم هلال شلون؟ أنا كنت واثقة إي ومتأكدة الصلاة على النبي محمد، الصلاة على النبي 100% حتى صوته. أنا ترى من صوتك عرفت أن أنت نوخذه. لا في نوخذه نوخذه جمال، خذ الـ500 أنا أقول بعشرك مرة ثانية إن شاء الله. طبعا جمال، طبعا مثل أغلب الناس في النهاية مع كل هالأنواع كنا نعرف نيل أن في علاقة وثيقة بين أهل البحرين والبحر طبعاً. وكل أنواع السمك ومن هالأسماك. خلونا ننتقل بعد لنوع من الأكل طبعا، بس هوين على العريش ونرجع نتواصل معاكم إن شاء الله. على هالأجواء والروايح الطيبة اللي توصلنا من العريش، ولا شو رايك؟ يا ما يحتاج أقول رأيي، أنا بس أنتظر كالعادة كل يوم نخلص الحلقة وأول واحد أنا موجود هناك. أكيد تسلم أياديهم ونشكرهم على هالطباخ. مشاهدينا خلونا ناخذ هاي الاتصال نقول ألو مساء الخير. حمد ألو ألو مساء الخير حمد. توقع مريم؟ لا مو بحمد، هذه مو صوت حمد، هذه صوت مريم. هلا والله. يا هلا ومرحبا، مبارك عليك الشهر يا مريم. علينا وعليك الله يسلمك. شلونك مع رمضان؟ الحمد لله تمام. الله يسلمك. الله يعافيك يا مريم. مريم جاهزه حق المسابقه؟ جاهزه. ما دام انك جاهزه يا مريم، جاهزه يا مريم، عيل نشوف الديره وين بترسيك. يا سلام، شوف الديره يا مريم. تهجين وين هالمره نيله؟ مطلع يا مريم. مريم تعرفين وين المطلع؟ مطلع هي الشرق. الشرق. مريم أسئلتك إن شاء الله بنقول لك إياها، لكن بعد ما نشوف هذه الفيديو مع الأستاذ أحمد معيوف الرميحي وراجعين لك إن شاء الله. مساكم الله بالخير، الله يحييكم في برنامج السارية. عندنا من تلايد البحرين عندنا فرحات، وعندنا مصيحة، وعندنا سمحات، وعندنا عرقة. هذه الأصايل ابن الخليفة وابن البحرين. بالنسبة عن حمل الناقة، الناقة طال عمرك تأخذ سنة كاملة 12 شهر، بعضها تمد تأخذ أسبوعين، بعضها 20 يوم عن وقت ملاقاها تخبر وقت تمام السنة، وبعضها سبحان الله في نفس الوقت تكمل السنة اليوم بكرة تشول، فما هو بسوى الحلال سبحان الله. بالنسبة عن المفروض يفرد عن ما لا صار عمره سنة، الحوار من يتمم السنة دون السنة بشهر ولا شهرين يفردونه يعزلونه ينفطون من الحليب، يعطون أمه وقت أنها تستقوي وترد صحتها عقب الرضاعة، وعقب تنعرض على الفحل مرة ثانية، وهذاك قال له مفروض. بالنسبة عن الوسم يثبت الحلال، يعرف بهلة لا ضاع ولا شيء ولا غيره، يعرفون هذه الناقة تبع الفلانيين من العرب. وبالنسبة عندنا في البحرين ابل الخليفة معروف اسمها، واسمها العرقة، والعرقة تصير على الفخذ الأيمن. نعم، وعندهم عزلة
اللي حط له رقمة عجلة فوق العرقة معروفة المن، ويسار العرقة معروفة المن. هذا بالنسبة عن الوسم في البحرين. مريم. هلا مريم، ويانا سمعتي الفيديو؟ إيه ترى أجوبة الأسئلة كلها قالها في الفيديو. أقول لك سؤالك الأول، من المعروف أن الجمل لما تولد أمه يسمونه حوار، وبعدها تتغير الأسماء كل ما يكبر. سؤالك يقول كم عدد الشهور اللي ظل فيها الجمل تحت مسمى حوار؟ أعطيك خيارات؟ 6 شهور، 9 شهور، ولا 10 شهور؟ 6 شهور. أثبت لك؟ أي نعم. الجواب هو الصحيح، 6 شهور. 100 دينار مقدمة من شركة بتلكو. مبروك عليك يا نورة ال 100 دينار. نواصل مع بعض؟ نواصل مريم؟ أي نعم. يلا نواصل، يلا نشوف السؤال الثاني، هم راح يكون عن الإبل إن شاء الله. مريم، عرفنا أن الحوار هو اسم للجمل الصغير مثل ما قلتي لما يكون ولادته حتى 6 شهور، بس بعدها يتغير. احنا بنعرف شنو الاسم الثاني اللي يطلق عليه بعد الحوار، يعني بعد 6 شهور شنو الاسم؟ الإجابة كانت موجودة حتى في التقرير اللي قاله الأستاذ أحمد، هل هو الظليم، المخلول، أو مشدود؟ 3 إجابات عندك، اختاري منهم واحد. إذا ركزتي في التقرير ترى هو جاوب. نعم. أم هلال شو تقولين؟ أنا شو أقول؟ راعي النصيفة سالم، بس هو كان رقم كم؟ المخ 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 بالخاء. أحسنتك. أثبت؟ ثبت. يا سلام عليك، فعلا الإجابة المخلول. يعطيك ألف عافية، مبروك عليك 300 دينار المقدمة من شركة بتلكو. بس السؤال مريم، نقلة بتواصل ولا بتواصلين؟ بواصل. بتواصلين، لأن إذا كنتي مركزة ترى الأجوبة كلها مثل ما قلت لك كانت في الفيديو. أوكي نكمل. السؤال الثالث يقول لك إذا زاد عمر البعير عن سنة يطلقون عليه اسم مختلف، وبهذه الأسماء أصحاب الإبل يميزونها عن بعضها أو عن بعض، شنو اسم أو ماذا يعرف البعير من لما يكون عمره سنة حتى يكمل السنتين؟ 20 ثانية. يلا. ما في خيارات؟ ما في خيارات. قولت يا إما ما في خيارات، وعشرين ثانية ترى. 20 ثانية يا مريم، يلا. الوقت يمشي معاك يا مريم. مفروض. مفروض. نثبت. الحمد لله. فعلاً الإجابة الصحيحة هي مفروض للذكر ومفرودة للأنثى. يا سلام. يسمى مفروض أو مفرودة لأن بهالفترة ينفصل عن أمه ويعتمد في أكله على الحشائش. مبروك عليك يا مريم، 500 دينار مقدمة من شركة بتلكو، تستاهلين. ألف مبروك عليك يا مريم، مبروك عليك. من عقب مريم مشاهدين راح ناخذ فاصل، ومن بعدها نرجع نتواصل معكم في السارية ونشوف المتسابقين بيوصلون ال 500 ولا شلون. للمشاركة في برنامج المسابقات السارية، الرجاء الدخول على موقع المسابقة www.assaria.tv وتسجيل البيانات المطلوبة، الاسم الثلاثي، رقم الهاتف والرقم الشخصي، ثم الضغط على زر المشاركة. مع تمنياتنا لكم بالتوفيق. للمشاركة في برنامج المسابقات السارية، الرجاء الدخول على موقع المسابقة www.assaria.tv وتسجيل البيانات المطلوبة، الاسم الثلاثي، رقم الهاتف والرقم الشخصي، ثم الضغط على زر المشاركة. مع تمنياتنا لكم بالتوفيق.
عليكم مشاهدينا بعد الفاصل، واسمحوا لي أن أشكر سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الداعم الأول لهالبرنامج، وأيضا إلى لجنة رياضات الموروث الشعبي وكذلك شركة بتلكو على دعمهم للبرنامج. أما الحين نيلة خلونا نشوف سؤال مسابقة السيارات وطريقة المشاركة وراجعين لكم. الخليفة بدا زين المثايل، هيضه نوض براق ينوض، بارج في ثقيلات المخايل، سامر بالدجا برقه عروض، ينثر الغيث من وبله حمايل، راسي واني مشيه يروض، جعل يسقي لنا ذيك المسايل، من بلادي ويروي كل روض، دارنا وامنا دار الحمايل، كل دار سواها ما تعوض. للدخول في السحب على جوائز السيارات في برنامج السارية، أرسل كلمة موروثنا عبر رسالة نصية قصيرة SMS عبر الأرقام التالية: باتلكو 94444، زين 94499، STC 88880. تكلفة الرسالة 500 فلس. إذا هذا كان سؤال السيارة، فمشاهدين حابين نذكر أن الفائزين في المسابقة راح يسلمون إن شاء الله جوائزهم عن طريق لجنة رياضات الموروث الشعبي، عندهم كل بيانات الفائزين، بيتواصلون معكم إن شاء الله علشان يسلمونكم الجوائز. طبعا أنا ضروري أقول لك يا نيلة، يعني ما شاء الله إحنا لحد الحين المشاركين معنا طفنا 4 مليون، ما شاء الله. انت تتخيلين يعني امس كنا قريب 3 مليون، اليوم لا امس كنا 3 مليون امس كنا 3 مليون اليوم وصلنا 4 مليون ما شاء الله، ما شاء الله يعني. بس ريجي نشف على ال 4 مليون، صار خاطري بقهوه. ما يصير خاطرك الا طيب. يا سلام اكو، ها تفضل. ما شاء الله اقول لك ما يصير خاطرك الا طيب على ما انت تتقهوى. الله بالخير. خلانا ارجع حق المتصلين واخذ اتصال. الو الو، يا هلا ومرحبا، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور اختي. تعرفيني باسمك؟ انا ام حمد. انت ام حمد؟ لا نعم. يا مرحبا يا ام حمد، مبارك عليك الشهر يا ام حمد. علينا وعليك. شلونك وشلون رمضان وياك؟ الله يسلمك الحمد لله حبيبتي. الله يعافيك ام حمد، ان شاء الله تكونين جاهزه. اي الحمد لله ان شاء الله. ان شاء الله. تفضلي يا ام حمد. منك يا ام حمد جاهزه نشوف الديره وين بترسيك ان شاء الله. تسلم. نشوف الديرة، نشوف الديرة من عقب هالقهوة الحلوة. مد وين بترسينا؟ وين رسيت الديرة يا نيلة؟ ها؟ ما طلع. ما طلع. أم حمد. نعم. نعم الله عليك. تعرفين وين ما طلع؟ وين ما طلع الشمس؟ الشرق. 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 وأنت الصح، بس هذه مو سؤالك، بس إحنا نحب نختبر معلوماتكم. أم حمد. نعم. شوفي هالصورة اللي بتطلع لك على الشاشة قبل ما نسألك السؤال. إن شاء الله. شفتي الصورة؟ طبعاً في هالصورة نشوف بئر رقم 1 اللي يقع بقرب من جبل الدخان اللي تدفق من النفط عام 1932، ووقتها تحديداً انتهت حقبة تاريخية هامة يسمونها المؤرخين مجتمع الغوص، وابتدأ بعدها في البحرين عصر النفط. حلو؟ نعم. خلي ام هلال تسألك السؤال، انا بستبشر بالخير فيك ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. السؤال: في اي يوم بالتحديد تدفق النفط في البحرين؟ هل هو خيارات ثلاثة: 1 ابريل، 3 اغسطس، ولا 1 يونيو؟ 1 يونيو. احسنتي. اوضح من كذي اتوقع مع اللحن. مع اللحن اللي عطيتك ام هلال واضحه. مبروك عليك ال 100 دينار من شركه بتلكو، اكيد بتواصلين. اكيد ان شاء الله. يلا ننتقل الى السؤال الثاني، وبعد بيكون ان شاء الله في الاسئله التاريخيه. الحين سؤالنا يقول: وين بالضبط المكان او نقول الدوله اللي تاسست فيها شركه نفط البحرين بابكو؟ تعرفين طبعا شركه بابكو صح؟ نعم. عندنا 3 خيارات: هل في نيويورك، هل في عوالي،
هل في أوتاوا بكندا؟ عندك 30 ثانية. في عوالي؟ عندك 30 ثانية. أنت هل في نيويورك في عوالي أو في أوتاوا بكندا؟ أوتاوا بكندا. أوتاوا بكندا. يا سلام. يعني مبروك عليك 300. مبروك يعني كنا صرت أوضح من أم هلال. هذه اللحن. أوتاوا لحنتها أكثر بعد. أم حمد. نعم. محمد هذه 300 دينار مقدمة من بتلكو، بتواصلين معانا لل 500. ترى بقول لك سؤالي مال ال 500 ما في لحن. يا ما في لحن وما في خيارات. ما في خيارات، ودي ألحن لك بس ما في. إن شاء الله إن شاء الله. بتواصلين؟ إي وهمتكم ويانا. إن شاء الله تأمرين أمر يا محمد. سؤالك الثالث. ودي تاخذ الثالث. في سنة من السنين شافوا الناس الدب لأول مرة في البحرين في مشروع حديقة الحيوان في مدينة المنامة، وبعدها صاروا البحرينيين يطلقون على الشخص السمين يقولون له دب الباقشة. حلو؟ نعم. كانوا يسمونه دب الباقشة. حلو؟ نعم. في أي سنة صار هذا الشيء؟ 20 ثانية عندك. في أي سنة؟ أي سنة شافوا الدب؟ في أي سنة صاروا يسمون الشخص السمين دب الباقشة؟ يلا أسئلتنا كانت عن شنو؟ في سنة النص؟ إيه قولي يعني 1900 وكام؟ 32 1932 سنة النفط. أنت الصح يا محمد. سنة النفط. طبعاً مثل ما قلت لكم عام 1932 كانوا الناس يطلقون على الشخص السمين دب الباقشة عقب ما شافوه في حديقة الحيوان في المنامة يا محمد. وعليك بألف عافية. 500 دينار مقدمة من شركة بتلكو. كل جوائزنا مقدمة من شركة بتلكو أكيد، وما شاء الله يعني اليوم الأكثر الناس خذوا 500. وتستاهل يعني. أم هلال الحين مستبشرين خير بعفل الاتصال الجاي نشوف. إيه لأن ترى بقول لكم إحنا من 1932 عندنا حديقة حيوان في البحرين. ما شاء الله. ما شاء الله. شوفي السنوات وشوفي التطور اللي احنا فيه من ذاك الوقت. احنا تقدم وثقافة ودراسة. أكيد. يا سلام. أكيد. وتاريخ طبعا. زين أم هلال ناخذ اتصال جديد تهجين نشوف مين معانا. نقول ألو مساء الخير. مين معانا؟ ألو. ألو مرحبا، مين معانا؟ شهد. أنا أخت شهد. أنت أخت شهد. شو اسمك؟ ريم. ريم مساك الله بالخير. ريم بارك عليك الشهر. بارك عليكم السهر. ريم ايش رايك جاهزه معنا ان شاء الله؟ هي جاهزه حق السؤال. اذا الديره بتكون عند ام هلال، بتشوف وين ترسيج. نشوف الديره وين بترسيج. نشوف الديره وين بترسيج ان شاء الله. السؤال مطلع، تعرفين وين مطلع؟ شو وين شرق؟ سلام عليك. السؤال بيكون إن شاء الله في الحرف والمهن. أنت معاي؟ اي نعم. ريم يقول لك زمان أول كانت بيوت السعف منتشرة في مدن وقرى البحرين، منهم البرسي والكبر والعريش وغيرها. كانوا يسوون جدران السعف بضم الجريد مع بعض لما يتكون جدار، وكانت العواميد بمثابة الدنشل أو يسمونه الشندل. الحين السؤال شنو اسم هذا الجدار؟ نشوف السؤال معاك. شنو اسم هذا الجدار؟ نبي نعرف الجواب. ان شاء الله. عندك 30 ثانية. ما في خيارات. ما في خيارات. بس نقدر نقول عن شنو يعني واحدة إذا رايحة. شو نقول لها؟ رادة. ما نقول لها رادة. نقول لها رادة صح؟ ريم نقول لها شنو؟ شو نقول لها؟ رادة. أثبت على الرادة؟ يا سلام زي أختي قلبي. ثبت. 100 دينار فعلا لجاب الرادة أو الدعن. تمام بتواصلين؟ إي نعم. أكيد بتواصلين لأنه ما في خسارة على 300 إن شاء الله. ريم. إن شاء الله. إن شاء الله. ريم. نعم. نعم الله عليك. ركزي يا ريم وياي. سؤالك ما زلنا في نفس المهنة. يقول لك عشان الشخص يمارس أي حرفة لازم يكون في شخص متخصص ومحترف هذه الصنعة. حلو؟ شاو. ريم. نعم. نعم الله عليك. سمعتي اللي قلته؟ إيه.
سمعيني، سؤالك يقول شو اسم الشخص المتخصص بتشييد بناء السعف؟ عندك خيارات، بناي السعف، السعاف، ولا الزفان؟ زفان. الزفان أثبت لك؟ ما شاء الله. نثبت الزفان. 300 دينار، ألف مبروك يا ريم، عليك 300 دينار مقدمة من شركة بتلكو. ريم السؤال يطرح نفسه الحين، أنت مشتركة باسم أختك، البيزات لك ولا حق أختك؟ ولا بتقاسمونها؟ نتقاسمها. عيل واصلي معاي إن شاء الله خير، نواصل؟ أيوة. يلا ريم، سؤالي اللي يعني اللي عقبه يقول بس أنا بعطيك شوية مقدمة قبل. عادة الصحن في هالفترة إذا انكسر شو يسوون فيه؟ ينقط، يعني يشترون صحن جديد بداله، صح؟ إيه. إيه بس أيام الأول كانت البيزة يسمونها شحيحة، يعني قليلة، فلما ينكسر صحن صين يقولون كسر الشر. ما اسمع، انكسر الشر يقولون. لا احنا ما احس، انا سؤالي شيء ثاني، خلي اكمل لك، نطري عليه ضار عينك على 500 ان شاء الله بتوصلك باذن الله. فاقول لك طبعا الصحن اذا انكسر ما يقطونه، كان في مختصين في ذاك الوطر يقومون بتصليح الصحن بطريقه انه يحطون قطعتين الصحن المكسور صوب بعض، بعدها المتخصص يسوي نفس الثقوب على جنبين ودخل أسلاك معدن ويربط القطعتين مع بعض. بشنو؟ بالأسلاك أو بالأسيام. الحين السؤال، شنو اسم صاحب هذه الحرفة؟ نعم. 30 ثانية، لا 20 ثانية ذي صح؟ 20 ثانية. 20 ثانية معاك والوقت بدأ. إن شاء الله تعرفه. ما أدري. أم هلال. ها. عندك 20 ثانية. شلون؟ هاي أم هلال. نبي نعرف اسم. روح علينا. اسم هذه الحرفة. زين. يلا يا ريم. يا ريم ترى ما في وقت. يا ريم للأسف رجعتي للمية دينار، اسم صاحب هالحرفة المجني. المجني. عموما مبروك عليك المية دينار من شركة بتلكو. طبعا ما شاء الله الحمد لله 100 دينار بعد ما حد يطلع معنا ما حد يطلع. طبعا بنرجع لكم مرة ثانية مشاهدينا من بعد هذا الفاصل، بنكون متواصلين معاكم. قول لي 100 دينار. للمشاركة في برنامج المسابقات السارية، الرجاء الدخول على موقع المسابقة www.assaria.tv وتسجيل البيانات المطلوبة، الاسم الثلاثي، رقم الهاتف والرقم الشخصي، ثم الضغط على زر المشاركة. مع تمنياتنا لكم بالتوفيق. للمشاركة في برنامج المسابقات السارية، الرجاء الدخول على موقع المسابقة www.assaria.tv وتسجيل البيانات المطلوبة، الاسم الثلاثي، رقم الهاتف والرقم الشخصي، ثم الضغط على زر المشاركة. مع تمنياتنا لكم بالتوفيق. رجعنا لكم من بعد هالفاصل مشاهدينا، وأكيد اسمحوا لي أن أشكر سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الداعم الأول لهالبرنامج، وأيضاً إلى لجنة رياضات الموروث الشعبي وكذلك شركة بتلكو على دعمهم لهذا البرنامج. شرايك ناخذ اتصال حسن؟ ناخذ اتصال على طول، نقول ألو مساء الخير عبد الله. عبد الله شلونك؟ مساء النور يا هلا بخير، الله يسلمك. الحمد لله، اخبارك؟ يسلمك يعافيك. شلون رمضان معك؟ تمام الحمد لله. عبد الله صوتك متحمس، ندش على طول على المسابقه مع ام هلال والديره. جاهز الصوت على النبي؟ يلا يا عبد الله نشوف الديره يا محمد، وين بترسيك عبد الله؟ وين بترسيك الديره؟ يا نيله 500 دينار صلات على النبي محمد. جزاكم الله خير. يا سلام، شكله ختامها مسك معاك بال500. يا سلام. يا سلام عليك يا عبد الله، شكل الاهل كله قاعد يشجعونك. عبد الله هذه الصفقه لنا ولا لك؟ لكم كلكم تستاهلون والله. ما عليك زود والله، تستاهل. مبروك عليك ال500 من شركه بتلكو من غير سؤال، يعطيك الف عافيه. يا سلام، خوش ختمة كذي مع آخر اتصال. اي والله 500 بس حلو، تبرد القلب. شو رايك؟ تبرد القلب، بس أنا ببرد قلبي بالعريش. نروح العريش ونرجع لكم مرة ثانية.
الحين أنا عيني على ذاك الدعوس قاعد أشوف الغبقة قاعد توصل. أدري فيك. الأكل يعني أتوقع صار وجري عندنا. أدري فيك من أول ما بدينا وأنت تقول لي الريحة والريحة عندنا. شوفي طالع بس هناك يا سلام, يا سلام عليكم. طبعًا لازم نقول يا هلا ومرحبا بهالغبقة الحلوة. ليليا نحن بس ننتظر وصول هالصحن في الختام. أتوقع هذه المقطع اللي كلنا ننتظره. يعني نفس ما نقول غبقتنا وصلت نيلة. أكيد. وبإذن الله إن شاء الله نتغبى كلنا مع بعض. يا سلام يا سلام. السلام. زين أنا أقول لك مع السلامة. ماشي نيلة. خلاص خليني أختم روحي. مهلاً بتخليني أختم روحي. يلا ما عليش تمام. وبكذي مشاهدينا وصلنا معاكم لنهاية برنامج المسابقات الشعبي السارية. نلقاكم باكر إن شاء الله في نفس الوقت من الساعة 10:30 لساعة 11:30. تصبحون على خير لأن أنا ما عندي وقت الحين. مع السلامة. مع السلامة مشاهدينا. تمام. الله. شلون الوضع؟